حلت الى مين؟ انك تخلي عامل الزمن يفعل فعله، تناظر من اجل تغيير مناخات، تنتظر. شو الحل؟ نرجع اخي حسين، عندما بنيت مواطنون ضد الانقلاب في الايام الاولى وكنت تتابع وكنت مع ناس في تونس، يعني على بساله وشجاعه من تقدموا الى الشوارع، لكن كان هناك عدد هام من الناس يسبهم، لكن بالاصرار واللعب على الرابع اللي هو الزمن اصبح الناس يراقبون صامتين. بعد ذلك اصبحوا ياتون ويحيون، بمعنى انك عندما تقدم عرضا سياسيا يصمد ويكون مبدئيا ومكانش في الحكم احاول يرجع، وفيه جمله سياسيه جديده وفيه وجوه سياسيه جديده ويدافع عن الديمقراطيه بالحق، مش يدافع عن الديمقراطيه في البلاد وهو يعني ما يعملش ديمقراطيه في حزبه، و و و و و هذا الشعب سينظر سيتصالح سينصت، يعني رغم مناف الشيطنه يقول لك لا في ناس هاو كذا مازلت زايد عليهم هاو صادقين وهاو كذا كذا. هذا اخي حسين سرعان ما تم الالتفاف عليه من قبل المشهد السياسي المنقلب عليه. وهنا خلينا نوضح حاجه، المجتمع المشهد السياسي المنقلب عليه ليس من كانوا يحكمون، من ردحوا سواء في الحكم او في المعارضه على مدار عشريه. هؤلاء اجهدوا اخي حسين، أجهدوا هذا الجهد الجديد قبل أن تجهده السلطة. هك على استاذي في حلقة يعني فارطة سألتني هل أن الضربات الموجعة من الاعتقالات هي التي أضعفت قاومة الانقلاب وذلك السخام؟ قلت في حسين اقلب الصورة، ليس صحيحا. الانقلابات تمت عندما ضعفت المقاومة، عندما تسلم يعني أساس الذين ردحوا كما أرادوا على مدار عشرية كاملة، تسلموا زمام الأمور، لم يحافظوا على ذلك الزخم، وإنما عن قصد. أقول لك أخي حسين الآن بكامل وعي وبكامل مسؤوليتي، خافوا من أن يظل الزخم قويا كما خافوا من الثورة، خافوا من مناخ قوي المقاوم للانقلاب، حبوها الجانب يعني شكلاني يرفضوا به. نحن يعني نحن هنا، وخليني نزرع سيكون حق الدبره اكثر باللهجه التونسيه، اليوم عندنا الاستاذه دليله يعني بنت حكيم اخت المناصر يعني نصدق بن مبارك، تشوفي وضعيتها الصحيه وتشوف المعتقلين والاسرى هناك، تلقى 4 أو 10 من الناس عاملين تصويرهم قدام المسرح. احنا ثم حاجه معناها الناس خذلتهم وقعدوا كذا كعبتين هذوكم. النبي بصوره سي حسين انهار اللي سي جوهر بن مبارك دعا الى اضراب جوع او دخل في اضراب جوع قبل 7 اكتوبر، تتذكروا ولا استاذ؟ بعد 7 اكتوبر نعم. عربيه كبيره وغطت على يعني اضراب جوع. تداعى رفاقه في مواطنون ضد الانقلاب وقالوا الآن يجب أنها تكون يعني لجنة جوهرها سياسي وتواكب الحدث لحظة بلحظة وتحوله إلى معركة كبيرة. شكون الفضل اللي شدوا المقاولة؟ يعني معناها يزم يقعدوا كعبدين ويعلقوها تصويرها لهنا وتقعد غادي. اليوم ايش عندك استاذ؟ ايش عندك؟ عندك لجنة محامين تدافع عليهم، هيئة محامين مقتدرة، عندك هيئة اسمها هيئة عائلات المساجين معركتها أخلاقية تنسيقية نعم كبيرة. علاش السياسيين متخبين وراء ذوما؟ مش فضيحة هذية؟ علاش ما سماش لجنة تتعامل مع هؤلاء الأسرى والمعتقلين باعتبارهم قادة سياسيين؟ علاش يخلوا كان المحامين والحقوق الإنسان ولا العائلات اللي بالضرورة خطابهم دائما سيظل في المسألة الإنسانية؟ انهم هذوما هزوهم في شكل للتحقيق في كهرباء ما فيهاش شروط انسانيه، انه طعامهم او ظروفهم الانسانيه كذا، انه الضوء يعني ما يخليش النوم يجيهم، يعني نظام حقوقي تظلم الى جوهر سياسي فيه. الناس راحوا دخلوا على السياسه يا سي حسين، دخلوا على برنامج ودخلوا على معركه اسمها مقاومه الانقلاب. علاش اليوم ما سماش كما ثم هيئة محامين دافع عليهم، كما ثمة هيئة يعني أسر المساجين، علاش ما ثماش هيئة سياسية تتكلم وتترجم وتثمن جهود هؤلاء؟ لماذا الركون والاختباء وراء عائلات المساجين والاكتفاء بخطاب حقوقي يعني تظلمي؟ نعم. راهي معركة مش حقوقية، المعركة راهي سياسية،
من الاول كنا نعرف انه ستدخل الناس الحبس وستصير تضحيات، تضحيات ما تخليكش تتكس وتتحول الى خطاب حقوقي متخبي وراء عائلات واهالي الاسرى نعم والمعتقلين. لا، راهو الشعب التونسي يراقب. انا ديما نقول كان استاذ، حتى استاذ يكون يعني يقري، تلامذتك الناس يكونوا حلبه. انا يعرف شكون الاستاذ الباهي وشكون الاستاذ اللي بكري فيهم. المجتمع سلبي ومنسحب اليوم وديكوتي ودخل في اليومي اللي يعني اصبح حاير في زيت وسميد وكذا، لكن يفهم راهو علما ما تقدم شعار سياسي محترم يرمم ما شهدناه من تألق لدى التونسيين في السنوات الاولى الى يعني الثوره. معناها اليوم اذا كانت شلك وبعد عامين من انه كان، وانا ديما نقول كلمه زمان بن علي كان ثم برشا خبز وبرشا رعب وغيب الكرامه، جاءت الثوره تواصل نفس الخبز وشابع كرامه وحريات وتظاهر، و جاء الانقلاب لا خبز لا كرامه مليار يعني، ومع ذلك الناس لا يتدخلون. طيب هكذا نكون اجبنا على الاقل على السؤال الاول، قلت انه راهو المنطلقات هالورقات هذه خاطئه، الشعب السلبي راه مش معاك انت. به نقطه ثانيه.